شاء الله ان اللعيبه تجتهد السنه دي باذن الله بالاضافات اللي النادي هيجيبها للفرقه، وكلنا هنحاول ان احنا نحافظ على صوت الدوري ونزود الارقام ان شاء الله اللي هناخدها السنه دي الموسم اللي جاي. في تحديات كبيره جدا للعيبه وللجمهور وللنادي كله، ان شاء الله الفرقه كلها تبقى مستعده باذن الله الموسم الصعب اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني انتوا من خلال حضرتك كابتن يعني احد كباتن الفريق ويعني احد لاعبين المهمين من خلال سوبر كوره، وهننزل الكلام اللي هتقوله دلوقتي يعني الجمهور الاهلي بالصوت، انتوا نهيتوا الموسم وانت زعلان او زعلان على الجمهور على اساس انه نهيت الموسم بخساره كاس مصر قدام حرس الحدود، الموسم هيبدا بكاس السوبر، وكاس السوبر برضه السنه اللي فاتت كان الاهلي برضه خسر قدام حرس الحدود، يعني انت بتطمن جمهور الاهلي انه ان شاء الله تتغلب على الحظ بقى المره اللي في اللقاء اللي فيه. هو فعلا طبعا انا بعتبر ان ده حظ مش اكتر، والحظ هيجي يعني هيتكسر بالاجتهاد والتوفيق ان شاء الله بتاع ربنا، واحنا بنجتهد وبنسعى والتوفيق ربنا هيجي اللي بيجتهد وبيسعى يعني اكتر يعني. فا يعني ان شاء الله باذن الله هتمشي في بالينا ونكسب السوبر اللي جاي ان شاء الله ونبدا الموسم ببطوله باذن الله ان شاء الله رب العالمين.